السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير ومتابعين الكرام. وتغطيتنا اليوم عن تويوتا رافور فئة الـ XLE 2023، أو زي ما يسميها البعض فل الـ 2000 سي سي. عموما متابعين الكرام، قبل ما أبدأ بالتغطية سيدي أخوان الكرام، اشتراككم بالقناة قناتي متخصصة بالسيارات. تويوتا رافور سيارة كروس أوفر من تويوتا اليابانية، سيارة جميلة. أبرز المنافسين بالحجم هذا من اليابانيين نيسان إكستريل، ميتسوبيشي أوتلاندر، مازدا سي اكس 5، ولا ننسى طبعا مين ضيعنا فيهم، الكوريين معلش قبل نروح كوريين، هوندا سي ار في، الكوريين عندنا كيا سبورتاج وهيونداي توسان. سيارة مميزة، سيارة جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. خلونا نتعرف على اهم المواصفات واهم المزايا. يلا بسم الله. طبعا السعر، على سعر اليوم نتكلم 128,800 شامل الضريبة. سيارة كروس اوفر، مع العلم ان الشركات الثانية تسميها طبعا SUV، لكن تويوتا مسميتها من سيارات الكروس اوفر. والحلو بالتويوتا رافور انه ياباني، تجميع ياباني. طبعا السيارة تجي بعدة فئات، عدة مواصفات، عدة محركات. المحرك اللي امامنا اللي هو الاصغر محرك ال 2000 سي سي الاربعة سلندر. السيارة هذه تنفع صراحة العوائل الصغيرة اللي يحتاجون سيارة تكون مرتفعة، وبرضه لو بغوا يطلعون البارك اشتات زي الاجواء الجميله اليومين هذه، فالسياره مناسبه وتروح معهم ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني بدل مثلا تشتري كامري او اكورد، عفوا تشتري اكورد او كامري او سوناتا، الشله هذه ممكن تزود حاجه بسيطه وتاخذ تويوتا رافور اذا كنت انت يعني عندك عائله وتحتاج سياره مرتفعه. 2000 سي سي المحرك 4 سلندر تنفس طبيعي، 170 حصان تقريبا، نفس المحرك الموجود على تويوتا كورولا 2000 سي سي على فكره، كذلك نفس المحرك الموجود على الليكزس ان اكس. محرك اقتصادي ما شاء الله تبارك الرحمن. الجير الموجود عليه جير اوتوماتيك سي في تي، طبعا في وضعيه منول يعطينا 10 سرعات وهميه. نظام الدفع اللي فيها فهو رباعي فور ويل درايف، فشيء جميل. مواصفاتها خارجيه، السياره تجي بفتحه سقف. طبعا عندنا اضاءه ال اي دي نهاريه، طبعا نور علي واطي LED، كشف الضباب LED. هذه هي مقدمة. نروح إلى جنوطها، مقاسها 18 إنش. الكفرات من نوع بريجستون، مقاس الكفر هو 225 على 60، والجنط مقاس 18. برضو الجنط جاي كروم، طبعا هو ألمنيوم بس صراحة في طبقة كروم جميلة ما شاء الله، جاي كذا غامق. طيب عندنا إشارات بالمراية، هذه هي حنايا عفش باللون الأسود اللماع، إطارات النوافذ كروم، عندنا الجناح الخلفي، إضاءة LED خلفية، أربع حساسات خلفية، فتحتين شكمان خلفية، مساحة الزجاج خلفي تويوتا رافور فور ويل درايف. طيب لمبة LED بالشنطة، فرشة حماية، هذا هو سبيرها طبعا نفس المقاس، شيء جميل صراحة. يعني برضو في مساحة في الشنطة ممتازة، هذه الستارة عشان نخفي أغراضنا. طبعا هذه فئة شنطتها يدوية، في فئات أعلى منها تجي كهربائية. نروح لصرفية الوقود، وزي ما ذكرت لكم ماخذ تقييم ممتاز بلس، 16.3 كل لتر بنزين، نوع البنزين 91 2.0 سي في تي، دفع رباعي مستمر كروس اوفر. الان ننتقل الى الداخل. كل سيارات تويوتا الجديده، الدفعات الجديده ب 2023 تجي مفتاح واحد للاسف، اسباب يعني تصنيعيه، هي امدادات بالتصنيع اللي هي اشباه الموصلات الاخره، فيجي معاه مفتاح واحد اللي هو الذكي. وهنا في قطعة حديد تفتح الباب، قطعتين تجي، واحدة داخل الريموت واحدة اللي شفتوها. دخول ذكي، منفذ السائق والراكب. طبعا المقاعد قماش، كرسي السائق بحركة يدوية ينزل يطلع، كرسي الراكب برضو بحركة يدوية. عندنا هنا دركسون، نرجع لها بعد شوي. هنا الصف الخلفي، هنا جلد في طراوة، الباقي باب بلاستيك، مقبض في تطعيم كروم، مثبت مقاعد الأطفال، تكاية خلفية بحاملة أكواب، لمبة السقف LED. عندنا هنا طبعا فتحات تكييف تابعة للمكيف الأمامي، منفذين USB طاقة.
بسم الله. طيب، زجاج سيارة كهربائي أو تلمسة واحدة بالكامل، الأمامي والخلفي، سنتر لوك، مراية كهربائية وفيها خاصية الطي الأوتوماتيكي. نلاحظ ما في أزرار هنا ستاندر تقريبا لكن طبعا في أقل منها على فكرة، اللي هي الستاندر مرة، بس أقول لكم فعلا ما في ولا شيء، لأن حتى لا هي شنطة كهرباء ولا شيء. طيب عندنا هنا دركسون السيارة، حتى ما هو جلد، فيها مثبت سرعة، تحكم بنظام الصوتي، الأوامر الصوتية مع بلوتوث، والتحكم بعداد الرحلات اللي يجي باللغة العربية أو الإنجليزية حسب اختيارك للغة. طيب لا، هنا هذه ما لها دخل، من هنا نحرك اللغة. هذه هي اللغة العربية. عصا الأنوار في وضعية الأوتو، عصا مساحة الزجاج، هذه هي طبعا للزجاج أمامي وخلفي، الار بي ام، الحرارة، السرعة مع تانكي الوقود، زر التشغيل الذكي هذا هو موجود هنا. طبعا هذه شاشة السيارة، شاشة معلومات، طبعا تدعم أبل كاربلاي المعلومية. فيها راديو، كذلك منفذ USB، هذا خاص بالنظام الصوتي، كاميرا خلفية. مكيف السيارة لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب زي ما نلاحظ في وضعية الأوتو. عندنا هنا طبعا التراكشن، منفذ طاقة كلاسيكي، جرانت كهربائي يدعم خاصية الأوتو هولد، أزرار الدرايف مود ثلاث وضعيات اللي هي إيكو، نورمال، سبورت. طيب وعندنا هنا هذه خاص بنظام الدفع الرباعي، الطرق الثلجية الرملية والصخرية زي ما نلاحظ. الجير أوتوماتيك بنظام CVT وفي وضعية المانوال إذا حبينا نستخدمها، طبعا يعطينا 10 سرعات وهمية يعني تفيدنا إذا في طلعات نزول إلى آخره. طيب حاملات أكواب عدد 2، هنا تكاب بالوسط فيها مساحة تخزين مع منفذ طاقة، طبعا التكاية جاي بلاستيك بس فيها طراوة عشان راحة اليد. سنتر لوك في باب الراكب، الطبلون جاي الجزء هذا جلد، لاحظوا الخياطة اللي موجود عليه. مراية السيارة الداخلية طبعا جاية تعتيم، أنوار السقف بسم الله من هنا LED، وعندنا هنا بيت النظارة، والشماسات فيها مراية مع إنارة LED، شماسة السائق كذلك شماسة الراكب. طيب هذه أبرز المواصفات اللي موجودة بالسيارة، خلينا نشوف ما في كتيبات العادة. عموما كل سيارات كل سيارات تويوتا الجديدة يجي معها صيانة مجانية اللي هي 1015 عند الوكيل بالنسبة لمحركات البنزين، محركات الديزل إلى 15,000 كيلو. مواصفات أمن السلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 5 أحزمة أمان، والحافظ الله دائما وأبدا. وش اللي يميز تويوتا رافور؟ أول شيء سيارة يابانية، أوكي في بعض الأكسسوارات إضافية من الوكيل، لكن منتج معتمد من تويوتا، ممكن نلاقي مثلا الحساسات يمكن صيني تايواني إلى آخره. زي مثلا هذه القطع المضافة حاطينها لك هنا، أو تقدر تدخل على موقع الشركة وتعرفها، لكن بشكل عام كمحرك كجير البودي كله مركبة في اليابان، يعني ما هي تجميع. مثلا في مثلا الكورولا تايوان، الهايلوكس تايلاند، ففي سيارات وسيارات. طيب الشيء الثاني، السيارة حجمها تقريبا نقدر نقول انه بحجم التويوتا كامري كوسع داخلي. فمثلا انت ابو عائلة، بدل ما تشتري تويوتا كامري وتحشر نفسك بسيارة سيدان، ممكن تكبر على نفسك شوي، تاخذ سيارة مرتفعة وشنطتها اكبر، وبرضو تفيدك للرحلات العائلية، تاخذ تويوتا رافور. صار فيها تصحيح، ما هي نفس التويوتا كامري لكن حولها ومقربة لها، من بين انك اخذت سيارة مثلا دفع رباعي، اوكي في خيارات منها بدون دفع رباعي للناس اللي ما يحتاجون دفع رباعي لكن يحتاجون سياره مرتفعه. انا نفسي صراحه اشوف ان الدفع الرباعي الخيار الامثل، حتى لو صرفيت الوقود افضل شوي بدون دفع رباعي، لكن خلاص هنا كاني جمعت ما بين جيب
وسيارة سيدان، خاصة اللي ما له هوا في البر كثير لكن يحب يطلع، فما يحتد والله يدور سيارة خوية والله فلان علان، خلاص مع سيارته وتمشي. ما شاء الله تويوتا رافور مع السواقين بيمشي بالبر زي الحلاوة، صحيح ما هو مخصص الأفراد لكن يمشي ما شاء الله تبارك الرحمن. أتمنى أكون وصلت لكم الفكرة الخاصة بالسيارة متابعين الكرام، قبل شرائك أي سيارة استخير الله عز وجل. طولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله.